معانا تقرير يتحدث أنه شهدت مسارح منتدى المسرح التجريبي عرضاً خاصاً للعمل المسرحي أمل للفرقة الوطنية للتمثيل من إنتاج دائرة السينما والمسرح ضمن موسمها المسرحي الحالي، وهي من تأليف وإخراج جواد الأسدي، سينوغرافيا علي السوداني، وتمثيل حيدر جمعة ورضاب أحمد. مصطفى السعدي زودنا بتفاصيل أكثر عن هذه المسرحية، نتابع. في الزوايا المتأثرة بمقالب الحياة والتي سرعان ما تولج الصراع المحتدم لاتخاذ القرار الذي يهلك المواطن مجبرا بسبب انعكاسات الأوضاع على المجتمع، هي رؤية يطرحها المخرج جواد الأسدي بمسرحية أمل، على أمل أن يعيش المواطن باختيار القرارات بسهولة. يعني اليوم هو افتتاح لمسرحية اسمها أمل، كتابتي وإخراجي وأداء ممثلين مهمين جدا، حيدر جمعة ورضاب والسينوغرافيا علي السوداني ومجموعة شباب رائعين جدا. باختصار شديد أن العمل يريد أن يعيد طرح السؤال الكبير جدا، أنه متى يحصل العراقيين على السعادة؟ متى يكون عندهم أمل حقيقي بمجتمع مدني؟ متى يكون عندهم أمل حقيقي بتسيد العدالة ووجود عدالة حقيقية؟ المسرحية تناولت عرضا بين زوجين أنهكتهم الحياة الاقتصادية، وهنالك جنين في بطن الأم ينتظر القرار بأن يولد أو لا تكتب له الحياة. المسرحية هي تحاكي الهم العراقي اليومي، هذا البوح المكتوم الذي يعني يعاني المواطن العراقي بمراحل كبيرة. يعني هو لا يتحدث عن هذا الزمن والماضي، وإنما هو يستمر بهذه الدوامة الحقيقية، فقدان الأمل، فقدان الأمان، الأجندات الخارجية التي تحاول أن تهيمن على هذا البلد. هذا هو يعني مسرحية هي بحث كبير باتجاه أن يكون المواطن يعني يمتلك كل السعادة وكل وسائل الراحة بهذه المجتمع. سلسلة من النتاجات الأدبية والمسرحية يستمر بتقديمها المخرج والكاتب جواد الأسدي، مستندا على الواقعية في طرح الأحداث على خشبة المسرح، ليكون المسرح هو أبلغ صورة تعبيرية عن الظلم للإنسان.